السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة وصفة أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد البطاطا مشرملة في الفران، كتجي بنينة بزاف وصحية. نتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم وتدعمونا باللايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد ديالنا، وعلاش لا البارطاج مع الأهل والأصدقاء والتعاليق ديالكم زوينه. كيف ما قلت لكم هذه البطاطا البنات كتجي بنينه بزاف وصحيه في نفس الوقت، ونستغناو على البطاطا المقليه في الزيت. الا جربتوا البنات غادي تنال الاعجاب ديالكم وتصبح معتمده عندكم. غادي نمروا الان المقادير وطريقه تحضير هذه الوصفه. مقادير هاد الوصفه البنات، غادي نحتاج هنا واحد 3 ديال البطاطات كبار. كما قلت لكم البطاطا كتبقى على حسب الرغبه وحسب عدد افراد العائله. عندي هنا واحد الملعقه ديال الزبده، عندي واحد جوج ملاعق كبار ديال قزبر المعدنوس، واحد 3 الفصوص ديال الثوم مبشورين، وعندي هنا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم، وعندي الكمون البنات نصف ملعقه صغيره ونصف ملعقه صغيره ابزار. الملح كيبقى على حسب الرغبه، وعندي نصف ملعقه صغيره من بابريكا او تحميره، ونصف ملعقه صغيره ديال السودانيه، وعندي ملعقه صغيره ديال الخردل البنات او لموطاد، وعندي واحد ملعقه كبيره ديال الزعتر محكوك. وغادي نمر الان طريقه غادي نبدا البنات في تقطيع البطاطا مكعبات كبيره متوسطه الحجم، ما نرققهاش باش ما تذوبش ليا ملي نبدا نسلق فيها. غادي نقطع اصابع طويله على الشكل هذا، من بعد غادي نحولها الى مكعبات. البطاطا البنات كتجي كيف ما قلت لكم بنينه بزاف وصحيه، يمكن لنا اننا نرافقوها مع الطويجنات مع السمك كمقبلة البنات، كتجي زوينة بزاف وكتعجب الوليدات. غنستمر حتى نقطع هنا البطاطا مكعبات كيف ما كتلاحظوا، ونستغناو البنات على القلي لأنه مضر للصحة، وكتجي في الفران بحال مقرملة البنات بحال مقلية في الزيت. إلا جربتوها غادي تصبح معتمدة عندكم وتعجب الوليدات ديالكم والعائلة. السمر كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا، حتى نقطع جميع الوحدات اللي عندي. كما قلت لكم البطاطا كتبقى على حسب عدد افراد الاسرة، يمكن لكم تضيفوا كثر يمكن لكم تضيفوا اقل. انا هنا اكتفيت فقط غير بثلاثة ديال الحبات كبار حسب العدد ديال العائلة ديالي. غنستمر البنات مقطعه كامله. من بعد البنات ما انتهيت بتقطيع البطاطا على هذا الشكل هذا، كيف ما كتلاحظوا انا قطعتها شويه كبيره باش ما تذوبش لي في السلق ملي نبدا نسلق فيها. غادي نجيب واحد الكسروله وغادي نوضع فيها البطاطا ديالي على هذا الشكل، وغادي نضيف عليها الماء حتى نغطي البطاطا فاش تسلق ليا البطاطا. كما قلت لكم البنات انا هنايا وضعت الماء الكافي باش تسلق ليا البطاطا ديالي، وغادي نوضع عليها واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملح. وكما قلت لكم الملح دائما كيبقى على حسب الذوق، غير باش تجينا البطاطا شويه بنينه من الداخل ما تجيناش شاربه مسوسه. غادي نضيف هذيك الملعقه ديال الزبده. الزبده البنات الدور ديالها هو كتعطينا واحد طراوه للبطاطا وما كتخليهاش تقطع. غادي نبدا الاخوات غادي نصايب الشرموله اللي غنشرمل بها البطاطا ديالي. هنا وضعت ديك الكميه ديال القزبر المعدنوس، جاتني هنا شويه كثيره ولكن ماشي مشكل، غنضفتها هنا كامله نقص منها ومن بعد طبسها كامله البنات.
غادي نضيف التوابل ديالي اللي كتكون من الابزار والكمون البنات. انا ما وضعتش هنا ديك الكميه كامله ديال الابزار او الفلفل الاسود حقاش وضعت السودانيه البنات، خفت يجيني حار بزاف ما يبغوش ياكلوا البيدات. غادي نضيف هنا دوك جوج فصوص ديال الثوم مبشورين، وغنستمر نضع التوابل ديالي كاملين. كيف ما كتلاحظوا عندي هنا البابريكا والسودانيه او الفلفله حاره البنات. وغادي نضيف هذيك نصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم كما كتشوفوا، والملح البنات ما غنقويش لحقاش سلقت البطاطا بالملحه، عندي واحد القبيصه ديال الملحه رويس ديال المعلقه، واحد الملعقه البنات صغيره ديال الخردل او المطاط ملعقه صغيره. كتعطينا واحد البنه زوينه لهاد البطاطا. وغنضيف هنا واحد الملعقه صغيره ديال الزعتر، انا هنا غادي نمعكم بين الايدي ديالي بحال هكا على هاد الشكل، هذا كيعطي واحد لوكو زوين بزاف كتعرفوا المنافع ديال الزعتر البنات، المذاق ديالو كيجي رائع. وغادي نضيف قليل من زيت المائده، يمكن لكم تضيفوا زيت الزيتون، انا ما كيعجبنيش المذاق ديال زيت الزيتون في هذه البطاطا، هذه كنكتفي فقط غير بزيت المائده البنات. غادي نحرك هذه الشرموله ديالي مزيان حتى تمتزج لي العناصر اللي وضعت كامله. من بعد البنات ما تسلقات لي البطاطا غير نصف سلقه، ما نخليوهاش حتى كتهرب بزاف، غادي صفيوها ونخليها واحد شويه تبرد، وغادي نضيف ليها الشرموله اللي وضعت وغنوضعها في اللاطه ديال الفران، وغادي نخلطها البنات مزيان. كيف ما كتلاحظوا انا ما خليتهاش، هي طابت ولكن ماشي طابت حتى ولات تفرتت، باش ملي نبداو نخلطو ما تعجنش لينا. كيف ما كتلاحظوا انا هنا كنخلط هذوك المقاطع كاملين مع البطاطا على هذا الشكل هذا. وغادي نوضعها في الفران نشعل عليها الجهه التحتانيه حتى كتحمر ليا مزيان وتجي مقرمشه ونطلقها. من بعد البنات ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا، وكتجي طيبه مزيان كيف ما كتلاحظوا هشيشه ولذيذه البنات في نفس الوقت. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا البنات، كتجي زوينه بزاف، نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكيف ما قلت لكم يمكن لكم تقدموها مع طويجنات او اطباق رئيسيه، وكنتمنى لكم شهية طيبة وإلى اللقاء فرصة.